حضراتكم النهارده بالمناسبه مفيش حاجه اتغيرت في قانون كره القدم حتى الان. يعني ضربه المرمى لا تحتسب تسلل. ضربه المرمى لا تحتسب تسلل. مره ثالثه، ضربه المرمى لا تحتسب تسلل. ده اللي احنا نعرفه من واحنا قد كده لغايه لما يعني شعرنا ابيض. للاسف الشديد هناك قوانين جديدة سمعناها في كرة القدم المصرية. هتقول لي أسماء القوانين دي، هتكلم مع حضرتك في كل هذه الأمور، ولكن خلينا الأول نتكلم عن انتصارات الأهلي قبل ما أتكلم عن القوانين الجديدة اللي تم اختراعها في مصر بس، في مصر فقط، ومش في مصر بس، يعني ده ضد النادي الأهلي ولصالح أندية بعينها. قوانين هنتكلم عنها، ولكن الأول قبل ما أتكلم عن المهزلة اللي بتحصل خليني أتكلم مع حضراتكم عن الإيجابيات اللي بتحصل في النادي الأهلي.